مشاهدي قناة مساواة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مترو الصحافة، والذي نقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. بداية دعونا نبدأ حلقتنا في الصحافة ووسائل الإعلام الدولية والعربية، كيف تناولت عناوينها ومن ثم نعود. وكالة الأناضول التركية تختار عنوانها بريطانيا تطلب توضيحات بشأن مشروع قرار يطالب بحماية دولية للفلسطينيين. قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير ألين جوناثان إن مشروع القرار الكويتي المطروح على طاولة مجلس الأمن بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين يتضمن الكثير من المسائل والنقاط التي يتعين فهم الغرض منها. وأضاف جوناثان نريد أن نعرف كيف يستعمل القوة الدولية وما هي ميزانياتها وما هي النتائج المترتبة على تشكيلها. روسيا اليوم فلسطين تتوجه إلى الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وذلك لتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. القدس العربي فلسطين تسلم إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للجنائية الدولية. أما بي بي سي، الولايات المتحدة تتوعد بفرض أشد العقوبات صرامة في التاريخ على إيران. فرانس 24، الجيش السوري يعلن دمشق ومحيطها مناطق آمنة بعد طرد داعش. الرأي اليوم، مادورو يفوز بولاية الرئاسية الثانية بأغلبية ساحقة، وذلك بعد حصوله على 68% من الأصوات، فيما حصل منافسه هيرلي فالكون على 21% فقط، وخصومه يدعون لانتخابات جديدة. شبكة شام اختارت عنوانها نائب أمريكي طرحت مشروع إعلان بروتوكولي للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. موقع الوسط على طريق القدس مطالبات لدونالد ترامب بضم الجولان لتل أبيب. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن الصحافة العربية والدولية وتحديدا العربية ركزت على ما جاء في مطالبات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجولان للسيادة وتحت السيادة الإسرائيلية الأمنية. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من داخل الاستوديو دعاء حوش، عضو لجنة مركزية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا بك سيدة دعاء. يعني هذه الصحافة العربية والدولية التي تركز على هذا الموضوع وتحديدا في موضوع الجولان ومطالبات ترامب عقب قراره بشأن القدس بضم إسرائيل الجولان لإسرائيل، يعني هل تسعى فعلا أمريكا واشنطن بالاعتراف بالجولان تحت السيادة الإسرائيلية؟ نعم، أعتقد أن هناك مسارح جدية يعني لضم الجولان للسيادة الإسرائيلية بحجة كل ما يحدث في على الأراضي السورية، بأن المواجهات وخصوصا بعد يعني انكشاف دور إيران الكبير في سوريا أصبحت المواجهات السورية قريبة جدا من الحدود الشمالية لإسرائيل، وهذه كانت حجة النائب الأمريكي الذي يقترح ضم الجولان لسيادة إسرائيل، أن يعني تصبح هذه المنطقة معزولة عن أي مفاوضات مستقبلية قد تطالب إسرائيل بالتنازل عن الجولان لصالح كما وصفه بشار الأسد أو إيران. نعم، طب بعد هذه الخطوة هل يمكن اعتبار أن كافة القوانين الدولية قد سقطت عقب اعتراف ترامب بنقل السفارة الأمريكية بالقدس إلى بسفارته إلى القدس، إضافة إلى الاعتراف أيضا في بهضبة الجولان للسيادة الإسرائيلية؟ يعني أعتقد أن كل ما يفعله ترامب في الآونة الأخيرة وتفعله الولايات المتحدة لصالح إسرائيل هو يعني تثبيت لرموز الشرعية الدولية لإسرائيل، بمعنى أن
وهذه ايضا خطوه تاتي لان اسرائيل لا يعني ليس لا تضمن شرعيتها بين الدول، لا تضمن شرعيتها وفق القوانين الدوليه. والولايات المتحده التي كانت بالمناسبه وسيطا بين لعمليه السلام والمفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين امدا طويلا، تنزع القناع اليوم عن سياستها وتنحاز بشكل تام ومطلق لاحد طرفي النزاع، للطرف الاسرائيلي طبعا. الان بما يتعلق بالقوانين الدوليه، ترامب يحاول محاصره هذه القوانين وليس اسقاطها، بمعنى تفريغها من اي قيمه واي مضمون مستقبليا. يعني اذا قادت الولايات المتحده حمله دبلوماسيه لاقناع الدول بنقل سفاراتها الى القدس، ثم قاد حمله مشابهه للاعتراف بسياده اسرائيل على الجولان، ماذا ستعني هذه القوانين الدوليه مستقبلا عندما نجلس على طاوله المفاوضات مستقبلا ونطالب اسرائيل بالتنازل عن الجولان مثلا او بتقسيم القدس او باي خطوه سياسيه يعني تذهب بنا جميع المطالب الاسرائيليه. نتنياهو عند تسلم ترامب الرئاسه طالب به بالاعتراف ايضا بالسياده الاسرائيليه للجولان وايضا بنقل السفاره الى القدس. يعني نتنياهو يستغل كل الظروف الاقليميه لتحصيل اكبر قدر ممكن من الاعتراف الدولي والشرعيه الدوليه. نعم، يعني انت تتحدثين على ان القوانين الدوليه محاصره اليوم من قبل واشنطن، هل يمكن اعتبار على ان صدور هكذا قرارات هي فرض امر واقع على القوانين الدوليه الجديده القادمه لربما؟ صحيح، يعني هناك يعني اقلها على اقل تقدير ان اي مفاوضات مستقبليه ستبدا من نقطه انطلاق لمصلحه اسرائيل بشكل تام، وهذا يختلف عندما يعني نكون نصل الى نقطه المفاوضات وفق ميزان قوى مختل. الولايات المتحده تعرف ماذا تفعل يعني في تلك اللحظه. نعم، يعني طيب إذا ما عدنا أيضا على موضوعات فيما يخص أيضا فلسطين، وهنا أيضا في عنوان القدس العربي تسلم إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الجنائية الدولية، إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع أيضا ضمن العناوين، يعني هل الحديث اليوم عن الذهاب إلى جنائية دولية هو مفيد أيضا على أرض الواقع؟ يعني يقوم يعني هنالك تحمل مسؤولية من قبل الجنائية الدولية لكل ما ترتكبه إسرائيل من ارتكابات يعني ضد القوانين الدولية. صحيح، يعني في السابق لدينا كفلسطينيين تجربة يعني صعبة جدا مع الجنائية الدولية، وحتى مع مجلس الأمم ومجلس حقوق الإنسان المنبثق عن مجلس الأمم، يعني دائما كانت هناك يعني تنبثق لجان تحقيق دوليه للتحقيق بجرائم وانتهاكات اسرائيل ضد الفلسطينيين والتحقيق في الاستيطان عموما ايضا، لكن هذا للاسف لا يفضي الى شيء. يعني هو يعيدنا الى المربع الاول، المربع على الوعي العالمي، الوعي الدولي والشعبي، لكن ما يحدث فعليا كخطوات فعليه يعني هدفها تجريم اسرائيل او تحميلها يعني المسؤوليه وتدفيعها اثمان، هذا ابدا لم يحدث في اي يعني في أي مرة وفي أي تجربة سابقة. نعم سيدة دعاء، دعينا ننتقل معك ومع المشاهدين إلى الصحافة الفلسطينية والإسرائيلية، كيف تناولت عناوينها ومن ثم نعود. صحيفة القدس الأردن يدين افتتاح سفارة الباراغواي في القدس المحتلة. وكالة وفاء تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع باراغواي. بوابة الهدف الإخبارية منذ بداية مسيرة العودة 112 شهيدا وأكثر من 13,000 إصابة. دنيا الوطن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات الوطني والمركزي تقدم توصياتها خلال أيام. وطن دعا وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان إلى إخراج القائمة العربية المشتركة خارج القانون، وقال إن موقف النواب من أحداث غزة ومشاركتهم في تظاهرات تضامنية مع غزة ومع حركة حماس على حد زعمه تثبت أنهم ينتهكون قوانين إسرائيل. موقع عرب 48، الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفراء بسبب دعم بلادهم إقامة لجنة تحقيق. وفي عرب 48 أيضا، مطالبات بلجنة تحقيق دولية باستشهاد الأسير عويصات. دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية لفتح تحقيق دولي باستشهاد الأسير المقدسي عزيز عويصات في السجون الإسرائيلية، محمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.
دنيا الوطن الأردن يجب الشروع بمفاوضات فلسطينية إسرائيلية بسقف زمني محدد. جددت الأردن موقفها الداعي إلى إطلاق جهود جادة وفاعلة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والشروع بمفاوضات حقيقية ضمن سقف زمني محدد، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 67، ليعود السلام والأمان إلى القدس المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وإلى المنطقة. في الصحافة الإسرائيلية نبدأها من معريف، حيث استعرضت تصريح نتنياهو على إيران أن تغادر سوريا وندعو جميع الدول إلى التصرف مثل الولايات المتحدة. هآرتس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا، باراغواي تنقل سفارتها إلى القدس. آي 24 الإسرائيلية، إسرائيل تستدعي سفراء سلوفانا وإسبانيا لجلسة تبويخ. بالعودة إلى وكالتي معا الفلسطينية، حيث أظهرت بعد إحراق موقع للاحتلال قصف مدفعي وسط قطاع غزة، أطلقت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم قذيفة باتجاه نقاط رصد للمقاومة شرق مخيم لبريج وسط قطاع غزة، وأطلقت الأبراج العسكرية نيران رشاشاتها في عدة نقاط قرب مخيم العودة شرق لبريج. وأفادت معا أيضا ونقلا عن شهود عيان أن إطلاق النار جاء بعد نجاح عدد من الشبان بالتسلل عبر الحدود وإحراق خيام ونقاط عسكرية لجنود الاحتلال وتمكن الشبان من الانسحاب دون إصابات والعودة إلى القطاع. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وأهلا بك سيدة دعاء مجددا. الصحافة الفلسطينية تركز على المطالب بقطع العلاقات مع الدول التي نقلت سفارتها إلى القدس، وكذلك الصحافة الإسرائيلية ركزت على أن هنالك ثلاثة سفارات لدول مختلفة نقلت سفاراتها إلى القدس. هنا الحديث عن هذا الموضوع، يعني لماذا هذا التسارع بالأحداث، ولماذا هذه الدول تنجر أيضا وراء الولايات المتحدة الأمريكية؟ صحيح، يعني ما أثبتته السياسة الدولية في الآونة الأخيرة أن كل السياسات الدول تنصاع وفق المصالح الاستعمارية والمادية أيضا، والولايات المتحدة تقود هذه الحملة بدون أي أخلاقيات. يعني هنالك أخبار متداولة أيضا على من الجانب الفلسطيني وتصريحات من الجانب الفلسطيني تزعم بأن الولايات المتحدة تدفع مقابل نقل سفارات هذه الدول، نقلها سفاراتها إلى القدس. وهذا يعني غير، يعني ليس غريبا عن إدارة ترامب الحالية للولايات المتحدة. هو يدير فعلا ليس فقط حملته الانتخابية الداخلية بهذه الطريقة، لكن أيضا يدير حملته الدبلوماسية الخارجية أيضا بنفس الطريقة، بمدفوع، يعني هناك خطوات سياسية أيضا قد تكون مدفوعة الأجر. تسارع الأحداث هذا بالتأكيد هو لصالح إسرائيل، والولايات المتحدة تعرف ذلك. وكما ذكرنا سابقا، إسرائيل تريد أن تستفيد من الظروف الإقليمية بأسرع وقت ممكن قبل أن يعني تنتعش الظروف الإقليمية، ويعني تلتفت الأنظار إلى جرائم وانتهاكات إسرائيل. هي تريد تحصيل أكبر عدد ممكن من الخطوات السياسية التي تمنحها شرعية دولية. نعم سيدة دعاء، إذا ما تحدثنا عن الداخل الفلسطيني أيضا، وزير الجيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان يطالب بإخراج القائمة العربية المشتركة خارج القانون، وبسبب فقط لأنها دعمت المتظاهرين في غزة ونددت بالمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة. لماذا يعني بحسب اعتقادك يأتي بهذا التوقيت تحديدا تصريحات مثل هذه التصريحات؟ يعني دعينا نقول أن عمل القائمة المشتركة كان مزعج لليمين الإسرائيلي طيلة الوقت، ليس لأي سبب سوى أنه يقدم نموذج عمل وحدوي للفلسطينيين في الداخل. يعني لم يتخيل نتنياهو أو اليمين المتطرف بأي حال من الأحوال بأسوأ كوابيسهم أن يكون هناك قائمة عربية مشتركة تضع الخطوط الحمراء معا، وتضع يعني مسيرة للفلسطينيين في الداخل وتوجهات وحدوية تحت سقف سياسي واحد. هذا لم يكن
يكون بأسوأ أحلامه. الآن بالذات يعني التحرك الأخير لتنديدا الذي أتى تنديدا بأحداث غزة هو تحرك شعبي، ولم تدعو إليها أي من الأحزاب ولا القائمة المشتركة ولا أي من مركباتها، دعت بشكل مباشر خصوصا الحراك مثلا الشعبي الذي حدث في حيفا، هو تحرك شعبي جماهيري بحت صافٍ ليس مدعوما من أي من هذه الأحزاب. لذا أعتبر أن يعني تصريح أفيغدور ليبرمان هو ليس أكثر من مجرد يعني فشة خلق أو ما نسميه يعني مجرد استفزاز للعمل السياسي للفلسطينيين في الداخل. نعم، لكن قانونيا لا يمكن ذلك، أعتقد أنه بعيد كل البعد، لأن ليس هناك أي ملابسات وأي حقائق يعني تتهم القائمة المشتركة بشكل مباشر بالتحريض مثلا أو بإساءة استخدام مناصبهم السياسية. نعم سيدة دعاء، إذا ما تحدثنا في عنوان آخر أيضا تناولته دنيا الوطن على أن الأردن تحدث على أن يجب الشروع بمفاوضات فلسطينية إسرائيلية بسقف زمني محدد، وهنا أيضا الجانب الفلسطيني لا يتحدث عن استمرار المفاوضات، وتحديدا أنه يتحدث هنا أيضا على أن تشكيل لجنة عليا لمتابعة قرارات الوطني، وقرارات الوطني الفلسطينية تحدثت عن هنالك اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع إسرائيل. يعني هل يمكن فعلا أيضا أن نشهد اليوم وتحديدا بعد كل ما جرى من نقل السفارات إلى القدس وهذه السياسات الإسرائيلية ضد كل عمليات السلام وتحديدا هذه الحكومة، يعني هل يمكن أن نشهد مفاوضات جديدة أيضا قريبا؟ يعني أعتقد أن المفاوضات إذا أتت في هذه النقطة الزمنية هي لن تكون لصالح الطرف الفلسطيني بالمرة. يعني نقطة الانطلاق لهذه المفاوضات ستكون ستبدأ من نقطة لصالح إسرائيل بشكل مطلق، لأنها إسرائيل اليوم تتمتع بدعم دولي، يعني الساحة الدولية يعني صحيح أنها هي ضد إسرائيل بكل ما تتعلق بالجرائم، مثلا نستذكر أن مجلس حقوق الإنسان صوت لصالح انبثاق لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية، لكن يعني عندما نتحدث عن مساعي سلام ومفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نحن نتحدث عن نقطة انطلاق يعني عن ميزان مختل لصالح إسرائيل بشكل واضح. الآن بما يتعلق بالمجلس الوطني وقراراته، أعتقد أن يعني على الطرف الفلسطيني أن يبدأ بحسم أموره، أن يعني يضرب بقوة على طاولة المفاوضات ويقول أنا نعم ألتزم بقرارات المجلس الوطني. ونستذكر من أهمها هنالك أيضا كانت إشارة إلى وقف التنسيق الأمني، وهذه خطوة يعني ستكون يعني بالنسبة لإسرائيل كارثة في حال يعني السلطة الفلسطينية أصرت أو لمحت أو لوحت على أقل تقدير يعني بهذا القرار كخطوة يعني مستقبلية. هي لوحت كثيرا لكن للتنفيذ. نعم، دعينا ننتقل معك سيدة دعاء ومع المشاهدين لمقال لحديث القدس تحت عنوان صفقة لا تعنينا. مرة أخرى تسربت الإدارة الأمريكية خبرا مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عما أسماه صفقة القرن الشهر القادم، فيما يشبه إبرة تخدير أخرى تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بواسطتها حرف الأنظار عن الحرائق الحقيقية في المنطقة. إن ما يجب أن يقال هنا أولاً أن أي صفقة أو خطة أو مبادرة لتحقيق السلام والأمن بالمنطقة لابد وأن تتعامل مع القضية المركزية التي تشكلت منذ عقود طويلة أساس الصراع العربي الإسرائيلي وقضية الأمتين العربية والإسلامية المركزية، وهي القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية وعلى أساس مقررات الشرعية الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو ما تعرف عليه المجتمع الدولي باسم خطة خريطة الطريق وحل الدولتين، كما أن أي خطة أو مبادرة لا تأخذ بالاعتبار الموقف الفلسطيني صاحب القضية بالحسبان وتلتزم بتلبية حقوقه المشروعة لن يكتب لها النجاح. ومن الأجدر بكل ما يحاول القفز عن الجانب الفلسطيني والترويج للحلول الإقليمية ومحاولة فرض حل على الشعب الفلسطيني وقيادته أن يعيد دراسة التاريخ كي يدرك أن كل تلك المحاولات المماثلة الأمريكية أو الإسرائيلية تحطمت على صخرة صمود وإرادة الشعب الفلسطيني المدعوم بالشرعية الدولية وبالغالبية الساحقة من دول وشعوب العالم.
وإضافة لكل ذلك فإن أي طرف يطرح خطة أو مبادرة لتحقيق السلام لا يمكنه بأي حال من الأحوال التصرف بحقوق الشعب الفلسطيني وكأنها ملكية خاصة له يعطيها لمن يشاء، فالشعب الفلسطيني وبمؤسساته التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرع الوحيد، هو صاحب الحق في تقرير مصيره والتحدث باسمه وقبول أو رفض أي اقتراح بقدر ما ينسجم أو لا ينسجم مع حقوقه المشروعة. وللأسف الشديد فإن كل ما سبق من مبادئ وأسس متعارف عليها دوليا قد داسها ترامب بفظاظة، معتقدا أو واهما أنه يستطيع أن يفرض ما يريده اليمين الأمريكي والإسرائيلي تحت يافطة السلام، ومعتقدا أو واهما أن الشعب الفلسطيني الذي قدم كل هذه التضحيات الجسام على طريق انتزاع حريته واستقلاله قد يخضع لجبروت القوة أو إغراءات المساعدات المالية وغيره من الضغوط. ولذلك نقول أن ما أعلنته الإدارة الأمريكية بشأن قرب إعلان مبادرتها لم يعد يهم الشعب الفلسطيني وقيادته بعد أن أثبتت واشنطن أنها لم تعد وسيطا يمكن التعامل معه واختارت معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه. وقد قال شعبنا وقيادته ومؤسساته التمثيلية ومختلف فصائله لا، واضحة بشأن موقف هذه الإدارة الأمريكية من عملية السلام ومن حل القضية الفلسطينية. وفي المحصلة وبعد أن قال العالم العربي والإسلامي كلمته بدعم فلسطين ومطالبة العادلة ورفض مواقف ترامب فإن من الأجدر بهذه الإدارة الأمريكية إعادة النظر في مواقفها بدل الرهان على مقترحات من الواضح سلفا أنها ستفشل ولن تحقق الأمن والسلام، بل أن مؤشراتها باتت واضحة في أنها وصفة لزيادة التوتر ودفع المنطقة نحو الانفجار. أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بك سيدة دعاء. المقال هنا يتحدث عن صفقة القرن التي من المتوقع أن يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عيد الفطر الشهر المقبل، وهنا الحديث أيضا في الصحافة كان الحديث بشكل مكثف يوم أمس على أن هنالك بعض الدول العربية التي وافقت على هذه الصفقة دون موافقة الجانب الفلسطيني. ما مدى جدية هذا الموضوع؟ وهل فعلا ترامب سيطرح صفقة القرن الشهر المقبل وفي المقابل هو ينقل سفارته إلى القدس دون الاهتمام إلى الشرعية الدولية ودون الاهتمام لهذه القوانين؟ صحيح، يعني الولايات المتحدة تضع نفسها يعني بقيادة بإدارة ترامب في موقع يعني صغير جدا بين يعني الشرعية الدولية وبين المؤسسات الدولية عامة. ترامب أصبح طرفا في هذا النزاع. الولايات المتحدة أصبحت أيضا منحازة بشكل تام للجانب الإسرائيلي وهي تدير السياسات في الشرق الأوسط كما تدير أي تجارة مربحة أخرى. يعني اليوم نشهد أن يعني بعض الدول العربية دفعت أثمانا باهظة مادية مقابل يعني مقولة سياسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة أيضا بما يتعلق في النزاع الحاصل على الأراضي السورية. بما يتعلق بالجانب الفلسطيني، عليه أن يذهب الآن ليس إلى مفاوضات، عليه أن يأخذ خطوات حاسمة كما ذكرنا سابقا، عليه أن يضع قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي على الطاولة قبل أن يذهب إلى البدء بمفاوضات، وعليه أيضا أن يبحث عن وسيط وراعي حقيقي ويعني أقلها يعني أقل يعني نحن لا نأمل أن يكون في بين الدول العظمى دولة أو وسيط الذي سيكون منحازا للطرف الفلسطيني، لكن أقلها أن يكون محايدا وموضوعيا بشكل أو بآخر لكي يعني يرعى عملية المفاوضات أو التسوية السياسية التي قد تكون يعني مستقبليا. نعم، للأسف انتهى وقتنا سيدة دعاء حوش عضو لجنة مركزية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وشكر أيضا موصول إليكم مشاهدينا، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.